النجاح الكبير اللي انتوا شايفينه النهاردة ده نتاج عمل شهور بدأت بتوقيع اتفاقية التعاون مع الحكومة المصرية مع حكومة دبي على هامش القمة الحكومية في فبراير 2018، وبدأت ورش عمل تنتقل إلى حكومة دبي، وفي تبادل خبرات وورش عمل تتم في جمهورية مصر العربية. ده اللي انت شايفاه ده ما تبروش ده نهاية الحدث، ده يعني دي انطلاقة وبداية لمبادرات ومشروعات عديدة في الإصلاح الإداري. المسارعات الحكومية لدولة دبي متبنياها وأثرت كتير جدا في تحسين جودة أداء الخدمة للمواطنين. ده إحنا مشروع بدأنا بيه في الفعل، بنتكلم عليه بقالنا عدة أسابيع وهياخد حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة بإذن الله. إحنا عندنا توجيهات سياسية من السيد رئيس الجمهورية أن التميز ده يبقى أسلوب حياة، يعني التميز الحكومي ده ما يبقاش اختياري أتميز ولا لا أتميز، لا ده حاجة إجبارية. فبنرسخ ثقافة التميز عن تغيير الصورة الذهنية لدى موظفين الحكومة ولدى المواطن، وده شيء هام جدا إحنا يعني بدأنا نشتغل عليه بالفعل. عينك على العالم.